أو ساحة التوت. راح نشوفوا بعض المواطنين وش هو أصل تسمياته على بلاصة التوت. السلام عليكم. السلام حنوني وش راكم؟ وش أخبار لاباس؟ ملا شوية؟ صح لاباس؟ الحمد لله لاباس. والله غنية معك. وش أمس بيدا لاباس؟ لاباس والله غنية معك. الله يسلمك. هاي نسأل وش هو أصل تسمية بلاصة التوت؟ تاع لي توت لا فامي يقعدوا فيها. بكري هنايا فيها أشجار تاع التوت. ماشي فيها التوت لا فامي يقعدوا فيها. سموها بلاصة التوت بكري كنقولوا لها بلاصة دو تو. هذه المعلومة اللي عندي بكري كنقولوا لها بلاصة دو تو مع الوقت سموها بلاصة التوت. هنا كما راكم تشوفوا رانا في حنوني في البليده. مرحبا بكم عندنا في البليده حنوني. مرحبا بكم في البليده.
ماشي كيما هادو هما مغيرونه. عندك 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 عندك. يلا نروح نشوفوا واحد. يلا يلا لازم نجربوها. لازم نجربوه. راح نجربوا التزحلق على الجليد هنا في الشريعه. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا متابعي قناة التلفزيون الجزائري، واللي نالكم في الفقرة اللي كامل تسناوها في برنامجكم البنا في التحويسة في الموسم الثاني ليه هذا العام إن شاء الله. نطلع عليكم عبر مختلف قنوات التلفزيون الجزائري، واليوم رانا في ولاية البليدة كما شفتوا جولة اللي قادتنا البلاس التوت، ومن بعدها طلعنا في تليفيريك جولة شابة بزاف ودرنا تجربة في الثلج هنايا، حضور بزاف ناس كانوا حاضرين سواح وبزاف ناس من كافة الولايات وحتى من الخارج حابين يكتشفوا جمال الشريعة. وراكم تشوفوا الجمال اللي رانا في بلاطو طبيعي أوريجينال من أعالي مدينة الشريعة بولاية البليدة، والآن راح نكتشفوا طبق تقليدي تشتهر بها المنطقة. هذا الطبق راح تقدموا لنا الشيف خضرة. مرحبا شيف خضرة، وشراكي؟ مرحبا بك لوبير، وشراك؟ لاباس، مرحبا بك عندنا. الله يسلمك، صحتك بخير؟ الحمد لله. العائلة؟ رحمة الله. على بال كامل مشاهدينا ومتابعين تاعنا متشوقين باش يكتشفوا هذا الطبق تاع اليوم. واش راح يدير لنا اليوم ما شاء الله؟ اليوم عندنا نشوفوا مقارول العمى تاع الناس البليدة. حبسي بالعقل عليا، مقارول العمى عمى على بالك ما نشوفوش. بون، جات اصل التسمية من كانوا يديروا واحد المقير يخدموه بيدوي، عندهم واحد كيما لي زيكوي اسمو مخير ساعه كيخدموا به، كيخدموا العجينه هذه الدور تجي تجي فيها كاترو هي راح هي كي عياو من هذاك بدلوها بيدهم ردوا يديروا كيما كيما كاش العين، ردوا اسمه مقارون العمى. مقارون العمى العمى هذا هو التفسير تاع المقارون العمى. واش هو المكونات تاعه وقتاش ياكلوه هنا في مدينه ولا في ولايه البليده؟ ياكلوه نهار العيد صغير الفطور يندار. اذا هذا طبق تقليدي معروف. على بالك انا متشوق، وحتى المشاهدين ولا المتابعين تاعنا دائما يحوسوا مباشره يعرفوا واش هما المقادير. المقادير سهله ولا واعره؟ ما فيش بزاف. عندنا هنا مقرون اللعمه، عندنا فيون داشي حبوا يقدروا يديروا بولي اشي نورمال، عندنا السمن باش نطيبوا به اللحم والبصل، وعندنا وفلفل كحل والقرفة بين للحم، وهذا المقرون العمى يفور نديرو يفور في كسكاس هو الاول، من بعد نروحوا للحم مرحي كيف نخدم. احنا على بالك الهدف تاع البرنامج انه نمدوا وصفات في الاخير طبق تقليدي بصح وصفه تكون سهله وبسيطه للمشاهدين. ماهوش سهل، في المعدنوس والبيض في الدريساج برك يكون على الديكور. نبدو نطيبوا. بسم الله. ما نجوش نصبروا على بسم الله. يلا واش الحاجه الاولى اللي نديروها؟ نديروا المقرون يفور كيما راه هكا نديروه يفور. بسم الله مع القدره. ديجا كي درتي الماء قبل ما درتو يسخن مع البرود راك عارف لازم درت الماء يسخن بيه فيه. تخيرتي لنا بلاصه شابه اليوم هنا في ان شاء الله تعجبكم الماكله. ان شاء الله يا ان شاء الله. هيا من بعد نديرو هنا عندنا شويه زيت نعاونك. يلا بسم الله ونديرو السمن باش ما تحرقش الزيت راك عارف اللحم اليوم اللحم يحب السمن. ايوا ايوا ندير لك هنا لانه النار راهي مشغله هنايا. صح. هذه فيون داش الفيون نديرو فيون لحم مرحي. نقدروا نديروا حاجه واحده اخرى ولا ما نقدرش؟ اي بيان نديروا نقدروا نديروا دجاج مرحي بصح نفضل انهم يديروا له شويه مسكن جبير تعرف ما فيش البنه ماشي كيما روحي ديها بنه وانا نجي منها. ايه معليش سهل لك العمليه تاع باهي تاع تخلط تعطيني البصل تخدميني معاك؟ اي معليش يلا هاكي تفضلي. نديروا البصل معاه باش يتحمص مليح. معروفه ولايه البليده بالعديد من الاطباق الشعبيه والتقليديه. واش مثلا واش عندهم الحمامه يخدموها بالاعشاب من ينحوها من الشريعه اعشاب خاصه
طعام خضر يجي يخدموا باعشاب يفتلوا بالاعشاب. على بالك ان هذا الطبق حمامه هكا؟ اي الحمامه. الحمامه هذا الطبق حكوا لي عليه بزاف ناس عندنا با عفوا الناس البليده حكوا لي عليه بزاف، ولكن الفتره هذه ما يسمحش باش نقلعوا الاعشاب. ما كاينش كيفاش في الربيع، في الربيع في الربيع يخدموه يخدموا عوله. ديروا شويه في الفلك هاي، اعطيني الملح. بسم الله. وتقدر تعطيني القرفة معك؟ القرفة باسكو ما فيش لي زيبيس بزاف، هذا هي البلا فيه الملح والفلفل الكحل والقرفة. بسم الله شوية. أيوة واش نزيدك؟ لا صاي نخلو دوك اللحم تاعنا يتحمص مليح ويطيب. مليح. واش هما الأطباق كملينا؟ واش هما الأطباق اللي كاينين فيه؟ عندهم الرشتة اللي فيه متيجة كومبلي، كاين مثوم، عندهم يخدموا الدرسة تاع الطرشي الأحمر يخدموها بزاف عولة ناس البليدة يوجدوها للصيف للشتاء، في يجي الطرشي تاعهم يوجد في أواخر الصيف ويخدموه يخدموا عولة يرحوه ويطيبوا به المثوم تاعهم، المثوم الأحمر. كاين كاين بزاف اطباق هنا اكيد، كاين بزاف. كاين الحريره تاعهم سبيسيال يخدموها بالفرينه الزين بزاف. واش الفرق بين الحريره تاع البليده وحريره تاع الغرب؟ لانه في الغرب كاين حريره. اكيد كاين فرق كبير. الحريره تاع البليده تجي فيها برك الدرسه هذه اللي حكيت لك عليها تاع الطرشي، والحار تخدم بالكرويه وتخدم بالفرينه شويه طوماطيش، طوماطيش الحب اونجيلي يحمصوا هذيك الفرينه ويديروا طيب بالفرينه برك، والحار وتجي حاره والقصبر. لا بس حق صبر كر حتى وانا وخوتاتنا وحتى العشاق الطبخ راكم تتبعوا راكم تسمعوا، لازم يسجلوا لازم يكتبوا لازم ان شاء الله لازم سينا. وعندك هذا البلاصه تاعنا المقال ولا ما يديروه بزاف نهار صباح العيد، العيد الصغير الفطور تاعنا. اي فطور العيد صغير اغلب البليديين ما يديروش كسكس هنا، طعام كيما نقولوا يديروا طعام سي العيش في اللبسه يديروا، بصح عندهم هذا البلا بالذات خاص يديروه في صباح العيد. البلي السكان الاصليين للبلاد اكيد تلقاهم نهار العيد دايرينوا فطور. هذه اكدها لنا عبد القادر زميلنا، يديروها ولا ما يديروش عبد القادر واكد لنا هذه المعلومه. تحية كامل الناس البليدة والناس كذلك اللي حاضرة معنا في البلاطو اللي راه على الهواء الطلق هنا في قلب مدينة الشريعة وأعالي البليدة، لأنه الشيء الجميل اليوم في البليدة أنه تصادف مع هذه الثلوج الجميلة وثلوج الحمد لله والغيث اللي أعطاه لنا الله عز وجل في هذه الفترة شيء الحمد جميل لله جدا. وراه وصل الطبق تاعنا، نخلوه هذا يطيب في غرضه ونشوفوا ندوروا لهذا دوك كيفور مليح كل مجدة قدر ما سخونه درت لها الملح والزيت تفيض غير ونعاود نكبوا فيها خمس دقائق ميم با نعاود نحيه نصفيه وندير له الزبده. عندي الزبده ويكون جاهز. ايه ومن بعد ندير له اللحم مع الزبده، اللحم تاعي نخلطه شويه مع ما ونخليه من كي نعاود ندريسي ندير شويه من الاخر مع البيض. والبيض هو اللي تكمل البيض زي مع المعدنوس. ايه هو طبق. احنا واش نديروا؟ نقول للمشاهدين يبقوا معنا نلتقوا بعد الفاصل. بعد الفاصل ان شاء الله. ولينا لكم من جديد مشاهدينا، ولينا لكم باش نكتشفوا مع الشاف خضراء وراه وصل الطبق تاعنا واش هما لي زيتاب ربما ولا الخطوات اللي درناهم قبل قليل. بون بعد ما فرنا المقرون العمى درناه في الماء السخون يغلي مع الزيت والملح. جي من هنا ايوا واصلي خمس دقائق هلا من بعد صفيناه في الكسكس. طلعي باش الكاميرا يشوفوا يا دوك نديروا الزبده راه طاب بيان ايه ما شاء الله راه شويه مفركت او حبه على حبه او على حبه. عطيني شد عليك هذه نديرو الزبده. انا طفيت هذه ما تسحقيش ايه ما نحتاجش النار صحيح. هيا نديرو الزبده. بسم الله. والفيوند تاعنا يكون طاب نديرو منه نخلطوا له شويه هنا ونخلو الباقي للدريسه. ايه معليش انا تاني نقدر نخلط شويه معها. انا كل في المغامره تاعي تاع البنه في التحويس انه في التحويسه ندخلها معنا نبغي نطيب ندير كلش. ها لازم لازم تحط يدك نكتشف نبغي بركه. ريحه شابه. هيا مليح. واش كدير الان؟ دوك درنا له الزبده، هيا دوك نديروا اللحم هنايا شويه نديروا شويه الفيوند نخلطوه معاه. نعطيك هكذا. تفضلي. بسم الله. بالك سخون عليك.
شوف حتى الكاميرا شوف يبان اللحم وري الكاميرا ايوا اعطيني هذيك لازم تخلطي اللحم مع نخلطو شويه ندير له يجي خفيف هو البلا هذا يجي خفيف ماشي ثقيل هكاك من بعد نروحوا لتزيين الطبق دوك الطبق تاعنا واجد هكاك راه واجد الطبق تاعنا نزينوه برك حنا زيني الطبق ونلتقي مع المشاهدين تاعنا بعد قليل ونشوفوا الطبق تاعنا في الحله تاعه النهائيه ولينا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم البنا في التحويسه في اخر فقره واخر مرحله بعد ما حوسنا وطيبنا الطبق مع الشيف خضره الان وقت الجد صراحه الطبق تاعنا راه واجد وراه مزيناته الشيف خضره يعطيك الصحه بارك الله فيك مزيها ما واش درتي لنا فيه في الاخير واش راه في الطبق هذا كامل كيما شفتوا هو راني قدمته لكم بالطريقه التقليديه ما حبيتش نعصر قدمت وما كانش حاجه افضل من الحاجه التقليديه والعصريه يتقدم التقليديه عفوا مش العصريه افضل حاجه هي التقليديه قدمت لكم كيما يحطوا هكا ياكلوه ان شاء الله ذوقوا اللي رايك فيه راح نذوقوا الطبق تاع ناس البليده المقارون اللعبه المقارون اللعمه راح ندوق المقارون اللعمه ان شاء الله بسم الله مع هذا البرد بدا يبرد الحال في الشريعه برد الحال ندير معها شويه مع الدوس هذا ولا بيان سير لازم تاكل مع اللحم بسم الله الشيف خضره قالت لي قول لي صح مليح ولا مشي مليح انا قدام الكاميرا نقول لك يعطيك الصحه طبق ما شاء الله بنا وحلاوه حتى انت يا ما شاء الله يعطيك الصحه يعطيكم مرحبا بكم في اي وقت هذا العدد مرحبا فيكم في اي وقت لو نولوا المره الجايه البليده واش ديري لنا اتوقع ندير لكم بزاف حوايج حطوني الوقت برك ان شاء الله نعطيكم الوقت ان شاء الله وان شاء الله تكون فرص اخرى ان شاء الله في ولايه البليده نكتشفوا عاداتها تقاليدها خصوصا في الاكل والسياحه لانه عاده السياحه دائما مع الاطباق التقليديه حفاظا على موروثنا الشعبي وموروثنا التقليدي لأن المطبخ الجزائري يحتل مراكز رائدة والأولى في المنطقة المغاربية وحتى في الوطن العربي وإفريقيا والعالم بأسره.